مرحبا بكم، حلقة جديدة في المحقق في سلسلة أشهر القضايا العالمية وإلا ولد ليقتل. السلسلة اللي نسألوا فيها كل مرة المجرم اللي باش نحكي لكم تفاصيل القضايا متاعه، هل ولد ليقتل؟ في معنى مرة أخرى، وأنه هل فما حاجات، شنو هي الحاجات اللي تنجم تجعل من الواحد مجرم؟ هل كل واحد ممكن يولي مجرم؟ وإلا فما حاجات معينة نعيشوها، حاجات معينة نتعديو بها تخلي فما شكون يتحول إلى الإجرام، وخاصة إجرام من نوع خاص، إجرام القتل المتسلسل اللي ما تكونش فيه جريمة ولا اثنين، أما عشرات وربما مئات الجرائم، كما في قضيتنا لليلة. قضية الحقيقة من توا نجم نقول لك أنه المعطيات على مرتكب الجرائم اللي فيها ماهيش كثيرة، ما تمكنش فعلا من أنك تحسم في الموضوع. هذاك علاش نسنى رأيكم أنتوما في حكايتنا لليلة، هل ولد ليقتل سيد السكك الحديدية؟ مرحبا بك في حلقة جديدة في المحقق. إذن حكايتنا لليوم باش تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية، وتحديداً الثاني أكبر ولاية فيها، ولاية تكساس الأمريكية، هي أكبر ثاني أكبر ولاية بعد لالاسكا اللي كنا أحكينا لكم على مجموعة من الجرائم اللي صارت فيها. تكساس هي ولاية معروفة بأنها الولاية متاع الكوبوي، متاع رعاة البقر، ولكنها زادة معروفة جدا بأنها ولاية محافظة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وزادة أنها ولاية ما فيهاش على الأقل بعض المناطق اللي فيها وبعض الأحياء الراقية اللي فيها فيهمش انتشار كبير للجريمة، بالعكس فما نوع من الانضباط والديسيبلين وما فماش انتشار كبير للجريمة، خاصة كي نرجع بكم لسنوات الثمانين والتسعين. داير واحدة من الجرائم اللي بقات في الأذهان وقتها تقريبا عام 85، جريمة تاع سرقة فارماسي. تشوف معناها قمة الجرائم، فارماسي باش تسرق وباش يتشد السارق في وقت قصير. هذاك علاش أول ما باش تبدأ تفاصيل ومعطيات القضية اللي باش نحكيها لكم، إلا ما الناس باش تتسائل كيفاش هذا ينجم يصير في تكساس. الحكاية باش تهزنا لسيدة تسأل على صاحبتها، صاحبتها كلاوديا طبيبة في 39 سنة من عمرها، تسأل عليها لأنها ما جاتش للكلية، ما شافتهاش، حاولت تتصل بها ما نجمتش، فتحولت لها لدارها. واحنا توا في ديسمبر، 17 ديسمبر 1998، كلاوديا ما فماش، قاعدين يفركسوا عليها، وصديقتها باش تتصل بالأمن، ما عادش فيها، توا عندها قديه ما نجمتش تتحصل عليها. الأمن يجي على عين المكان، ذكر ديما اللي أنا قلت لك راو قصص من هذا القبيل وقتها، ماهيش دارجة الدار لاباس عليهم، فما حد شيء، لا أثار خلع، لا أثار تكسير في الشبابك، لا هم يحزنون. ولكن الملفت اللي باش يلقاوه العناصر الأمنية، الباب تاع الجراج محلول، الكهرباء ما فماش، زعما المرأة مش لهنا، خرجت وخلت باب دارها محلول، دخلوا من باب الجراج، دخلوا لوسط الدار. اللي باش يلقاوه في الدار باش يفهموا من خلاله انه لا، انه السيدة ما خرجتش، ولكن فما حاجة صارت لها.
مش يلقاو الدنيا داخل بعضها مبعثرة الدبش داخل بعضه. هنا فما عملية تفتيش ولا سرقة صارت، وبمواصلة البحث في الدار باش يدخلوا البيت النوم تاع كلاوديا، وهنا باش يلقاو كلاوديا وإلا باش يلقاو الجثة متاعها، جثة فوق الفرش ممدودة ومغطية، مغطية ظاهر منها شوية مليدين وشوية مساقين. وسطر عليه حكاية مغطية، تنعاود نرجع لها من بعد ونعاود نفسر لك تحليل الخبراء النفسيين شو قالوا فيها. الجثة مغطية، كلها دم الدنيا، الحيوت بالدم، الفرش بالدم، الدنيا كلها دم. بعد كي بداوا البوليسية يخدموا على رواحهم، وبعد ما أعلموا كما احنا نقولوا النيابة العمومية، وبعد ما حضرت على عين المكان، وبعد ما بداوا يشوفوا باش يلقاو لي بحذا الجثة فما سكينة، أما سكينة عبارة تاع زار، وباش يلقاو فما تحفة من نحاس ولا من البرونز، الكل هدم باين أنه تم استعمالها لضرب الضحية. وهذا اللي باش يأكدوا تقرير الطب الشرعي، تقرير الطب الشرعي اللي باش يقول أنها توفيت نتيجة طعنات متعدة ونتيجة إصابة بجسم صلب، والتحفة اللي قاعدين نحكيوا عليها. وباش يقول أنه المرحومة تعرضت لعملية اغتصاب. أول ما بداوا يشوفوا بداوا بطبيعة الحال، قتلك أنه 90% من حالات اللي موجودة هذه تاع الجرائم تحصل ما بين الأقارب، وخاصة بين الأزواج وإلا بين الأحباب كان تحب. فأول حاجة باش يشوفوا عندها شي صاحب، عندها شي صديق، عندها شي زوج، باش يلقاو أنها المرأة معرسة وبصغارها ورجلها، جاو يشوفوا فيه يلقاوه مشى هز الصغار ومشى بيهم باش يعيد. تقول انت واحنا في ديسمبر تقريبا على ابواب نويل، مشى باش يعيد على جمله من الاقارب، عنده الحجه نتاعو، ما عنده حتى علاقه بالجريمه اللي صارت في حق مرته. فانطلق البحث على بيست واحده اخرى، مش باش يكون ساهل البحث، خاطر في الدار الكل تقريبا ما فماش بصمات. لكن فما حاجة غريبة في الكوجينة مثلا، الكوجينة فيها كعبة ولا كعبتين تفاح ماكلهم، فيها ماكلة، فيها واحد قعد وكلاء ما هوش رجلها، ما فما حتى حد جه. المجرم بعد ما نفذ جريمته قعد في الكوجينة وافطر، ثم من بعد مش قلت لك الكرهبة ما فماش، اهبط هز الكرهبة من الجراج، بعد ما خلع الكرهبة مفاتح الكرهبة كانوا في الدار وظاهرين وضوح الشمس. نقطة استفهام، ما هزش المفاتح، اهبط وكما نشوفوهم في الافلام خلع الكرهبة وبعد نحى هذيك البلاستيك اللي لوطة تحت الفولون ودار درش برنشة من خيوط وخدمة الكرهبة. لكن هنا باش يخلي مؤشر، المؤشر الاول اللي ربما باش نوصلوا له بيه، مش قلت لك خلع البلاستيكة اللي تحت الفولون، كيف خلعها خليها البرة من الكرهبة، وهذه ما ردش باله فيها على خاطر خلى فيها البصمات. وأخيرا توصلت العناصر الأمنية الحاجة تنجم توصل بها لهذا المجرم، هزوها بعثوا أكل بلاستيك للبصمات وفرحوا، فرحوا خاطر النتائج رجعت إيجابية. رودريغيز هذايا الاسم الاولاني اللي باش يجي للعناصر الامنيه، لا راميريز هذايا الاسم الثاني اللي باش يجي للعناصر الامنيه، لا اسم واحد اخر وواحد اخر وواحد اخر، اسامي متعدده
القاتها الشرطة الأمريكية في السجل متاع البصمات. هذه بصمات شكون؟ ما عرفوش. فهموا أنهم في مواجهة متحيل ومنتحل صفة، يعني على بصمة واحدة. وانت تعرف كما قلنا مليار مرة اللي البصمة هي يونيك، عند واحد برك، كل واحد منا عنده بصمته. ما تنجمش تكون البصمة متاعك كما البصمة متاع أي واحد من 8 مليارات نسمة اللي موجودين في الأرض. بالتالي إذا كان لقينا بصمة واحدة متاع 3-4-5-10 عباد، يعني فما مشكل في السجل تاع البصمات ومش في البصمات. لقاو برشا شخصيات، برشا ناس عندها فرد بصمات، ولهنا وحلو وبش يوحلو لمدة أشهر. أشهر هما يفركسوا يبحثوا شكون صاحب البصمة الحقيقي. 5 أشهر من بعد جريمة قتل ثنائية، المرة هذه باش تمس واحد يخدم في كنيسة ومرته. نقدم لكم نورمان وكارين باش يتلقاو الاثنين مقتولين في دارهم، والسيدة متعرضة لعملية اغتصاب وكرهبتهم ما فماش. ونفس الشيء ما فما حتى مؤشر ينجم يوصل حتى للمجرم. لكن المرة هذه العناصر الأمنية بدأت تفكر بطريقة أخرى، كيفاش نجموا نوصلوا له السيد هذا؟ ما نلقاوش ما يكفي من الآثار، ذيك قتلها بسكينة وبجسم صلب على رأس، هذوما قتلهم بمطرقة. الآثار اللي نلقاوها تهزنا 3-4-5-6 أسامي، كيفاش نجموا نوصلوا له؟ بدأوا المحققين يفركسوا بطريقة أخرى. مش قلنا السيد هذا عنده الخاصية الأولى اللي هو ساعة يأكل في مسرح الجريمة، كما لقاوه عند الطبيبة، كما لقاوه عند رجل الكنيسة، كيف كيف أذك علاش عرفوا اللي هما في مواجهة نفس المجرم. لقاوه ماكل زادة في الكوجينة بعد ما عمل الجريمة، يقعد يأكل، ولقاوه زادة مغطي الجثث امتاعه بعد ما يقتلهم يغطيهم، خليهم دوب ليش هكا ظاهرة شوية يديهم الفوق وسقيهم اللوطة. علاش؟ باش يقولوا الخبراء اللي بداوا يشوفوا في سلسلة الجرائم تاعو، توا هذه ثالث ضحية، إذن الأولى فيها واحدة والثانية فيها اثنين، أنه ما يحبش يشوف نتائج أعماله، ما يحبش يشوف نتائج جرائمه فيغطي الضحية. هذه العناصر المشتركة ما بين الزوز جرائم، ولكن ما تفيدناش ياسر، ما نجموش نقدموا بها ياسر. أما استنى عاد، فما عنصر آخر. مش قلنا في الجريمة الأولى متاع الدكتورة كلاوديا اللي هو هز الكرهبة متاعها، في الجريمة هذه زادة متاع الكوب الكنيسة هز الكرهبة متاعهم. إذا كان في كل مرة يدخل يقتل يغتصب ويهز الكرهبة، كيفاش قاعد يوصل السيد هذا لمسرح الجريمة؟ والكراهب اللي قاعد كل مرة باش يهزهم، هزهم على الأقل في الزوز جرائم اللي نحكيو عليهم، باش يتلقاو من بعد. الكرهبة الأولى باش يلقاوها، الكرهبة الثانية باش يلقاوها. كيفاش قاعد يوصل لمسرح الجريمة؟ زعما يشد ستوب، ثبتوا ما لقاوش في ستوب. ياخو الكار، ثبتوا ما لقاوش في الكار. بسكليت، ما فماش بسكليت. كيفاش قاعد يعمل باش يخلط لمسرح الجريمة؟ هنا باش يلقاو الجواب، باش يلقاو أنه على بعد كيلومترات ديما من مسرح الجريمة، على الأقل الأول والثاني، القاسم المشترك التران، قاعد يجي في التران. ومن هنا باش يبدأ يتسمى سيد
القطارات، وبش يبدا البحث عليه بهذه الطريقه. شكونو مرعب او سيد القطارات اللي ياخو تران من مسرح جريمه لمسرح جريمه، ثم ياخو كرهبه الضحايا متاعو ثم يلوحها بعيده؟ شكونو باش تبدا العناصر الامنيه تفركس عليه؟ وما كانتش تتصور انها باش تعيش صيف عمرها ما عرفته. صيف 1999 وتحديدا جوان 99 اللي باش تصير فيه جرائم قياسيه. تفاصيلها في الجزء الثاني من حكايتنا لليله.